وللحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن الملف النووي الإيراني ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد. أستاذ ربيع، مرحبا بكم. يعني الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن تحدث عن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، هل تعتقد أن مثل هذا الخيار وارد من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية لك ولمشاهدي الرافدين في كل مكان. يعني نظريا نعم هذا ممكن، بل هو من المرجح أن يعيد أو يحاول بايدن أن يعيد الكثير من السياسات والاتفاقيات التي أبرمت على عهد أوباما الفترة اللي كان هو فيها نائب للرئيس، والتي يعني خرج منها أو ألغاها ترامب. لكن الحقيقة هناك عقبات كثيرة دون ذلك. أولها طبعا الملفات الداخلية التي أشعلها ترامب، الخلافات الحادة بين الديمقراطيين والجمهوريين، التحالف الهش الذي بناه بايدن وكان سببا في فوزه في الانتخابات. يعني هذه كلها فواتير مؤجلة على بايدن أن يعني يدفع الحساب فيها. فهناك ملفات يعني داخلية ستشغل بايدن الفترة الأولى من رئاسته، حيث أنه سيعمل على يعني تخفيف حدة الخلافات ورأب الصدع بين مكونات المجتمع الأمريكي، لأن الاستقطاب الحاصل والذي كان يعني ترامب لعب دور مباشر في يعني تأجيج الخلافات والعنصرية و الكثير من الأمور على الصعيد الداخلي، كما أنه واضح تماما أنه يسعى إلى إشعال حرائق أخرى على الصعيد الخارجي في السياسة الخارجية، حتى يعني لا يستطيع، لن يتمكن بايدن، هذا طبعا ما يهدف إليه ترامب، لن يتمكن يعني أو لا يريد أن يخلو له الجو بحيث أنه يعني يعيد التوازن إلى السياسة الخارجية الأمريكية أو يعيد التوازن إلى الداخل الأمريكي. فهو يعني موضوع اغتيال العالم النووي، أنا أتوقع أنه حصل بتحريض مباشر من إدارة ترامب. وزيارة بومبيو للمنطقة وجولته على بعض الدول ومنها الكيان الصهيوني كان واضح أنه لها أهداف محددة. ونحن كنا وما زلنا الحقيقة نتوقع قبل نهاية فترة ترامب، وسيسلم في 20 من كانون الثاني يناير، لكن من الآن حتى ذلك الوقت أنا أتوقع أنه سيعمل على إشعال حرائق كثيرة وخلط للأوراق، سيما في منطقة الشرق الأوسط، وستكون إيران الهدف الرئيس. يعني هل سيوجه ضربة ترامب، سيوجه ضربة إلى إيران، تتوقع ذلك أستاذ ربيع؟ لا، لن يستطيع ترامب أن يوجه ضربة مباشرة إلى إيران، لأن ذلك هو يعني بمثابة إعلان حرب، وإعلان الحرب سيحتاج فيه إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. فهو سيوجه ضربة بالوكالة، وهنا يأتي دور الكيان الصهيوني والنتنياهو. ورأينا طبعا إرهاصات ذلك في اغتيال هذا العالم النووي. ولن تكون الضربة فقط لإيران، طبعا الهدف الرئيسي هو استهداف البرنامج النووي الإيراني، لأن هذا يشكل خطرا على أمن الكيان الصهيوني، ولا يمكن أن يعني يرضوا ببقاء مثل هذا. أستاذ ربيع، نعم. أستاذ ربيع، عفوا المقاطعة، ولكن بنظرة استشرافية من جنابكم الكريم، إذا ما مضى بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، هل سيعود بنفس القواعد والضوابط التي كانت في عهد باراك أوباما؟ يعني الخطوط العريضة لن تتغير كثيرا، لكن لا شك أننا اليوم يعني العالم اليوم ووضع العالم اليوم والمعطيات المتوفرة والمعادلات الموجودة اختلفت نوعا ما، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بايدن في الواقع قد يستطيع استغلال المشاكل التي يشعلها ترامب لصالحه، فهو إن استطاع أن يشعل يعني نوع من الحرب على إيران عبر الكيان الصهيوني أو عبر ضرب استهداف يعني أذرع إيران في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، هذه كلها ضربات ممكن أن توجهها يعني أمريكا بشكل مباشر، كما قتله سليماني سابقا، يستطيع أن يستهدف يعني شخصيات معينة
في هذه البلدان او يستطيعوا او يستهدفوا مصالح معينه. عندها يستطيع بايدن عندما يستلم ان يفاوض على هذه، انه ان اردتم ايقاف هذه الضربات وهذه التهديدات فما عليكم الا ان تذعنوا وان تعودوا الى طاوله المفاوضات وما شابه ذلك. فهي ورقه ممكن ان يستغلها بايدن مستقبلا، لكن مما لا شك فيه ان الامور لن تبقى كما هي او كما كانت على عهد ترامب. هو سيحاول قدر الامكان، لانه طبعا توقيع الاتفاق النووي مع ايران في عهد في 2015 مع ايام اوباما اعتبروه انتصار لاداره اوباما. نعم. فهو سيحاول يقينا ان يعيد بعض امجاد الماضي، لكن المعطيات لا شك انها اختلفت. وسنرى، يعني انا اتوقع انه في الستة اشهر الاولى من حكم بايدن لن يعطي الملفات الخارجيه اولويه على الملفات الداخليه، والله اعلم. من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد، شكرا جزيلا لكم.